السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وغادين مع رمضان مزيان. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيت نهضر لكم على اخر المستجدات اللي خرجت وزاره التربيه والتعليم بخصوص الناس اللي كيقراو في هذه الوضعيه هذه، يعني السلك الابتدائي الاعدادي الثانوي والسلك التعليم العالي والتكوين المهني. بالنسبه للقرارات اللي اتخذوا او القرارات تاخذوا ان ما غاديش تكون سنه بيضاء، يعني الناس غادي يكملوا قرايتهم وغادي يكونوا امتحانات ان شاء الله. بالنسبه للقرار الثاني هو ان الناس ما غاديش يرجعوا للمدارس حاليا في هذه الوضعيه، غادي يكملوا الموسم الدراسي غير عن طريق التعليم عن بعد. اما بالنسبه للقرار الثالث هو ان الناس ديال السنه الاولى بكالوريا والسنه الثانيه بكالوريا غادي يدوزوا الامتحان الجهوي والوطني ان شاء الله. بالنسبه للسنه الاولى بكالوريا غادي يدوزوه في شهر 9 يعني حتى لبدايه الموسم الدراسي المقبل. اما بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريا غادي يدوزوه في شهر 7 ان شاء الله، حيت ضروره يدوزوا النقط ديال البكالوريا باش الناس يقدروا يتسجلوا في المدارس وفي الجامعات وفي المعاهد. اما بالنسبه للدروس اللي غادي يدوزوا فيها امتحانات هي الدروس اللي قراوها، يعني الدروس اللي قراوها حضوريا اللي كانوا قبل من ما يكون هذا الوضع هذا، الدروس اللي قراوها عن بعد ما غاديش تكون في الامتحان لا الوطني لا الجهوي. اما بالنسبه للقرار الرابع هو ان تم الغاء الامتحانات الاشهاديه بالنسبه للسنه السادسه ابتدائي والسنه التاسعه اعدادي، وغادي يعتمدوا فقط على نقاط المراقبه المستمره والامتحانات اللي دوزوا في الدوره الاولى، وباقي المستويات حتى هي غادي يعتمدوا غير على نقاط المراقبه المستمره. اما بالنسبه للسلك التعليم العالي والتكوين المهني حتى دابا مازال ما خرجوا حتى قرار، يعني مازال كيدرسوا شنو غادي يديروا ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتبارطاجيو الفيديو مع التلاميذ والناس اللي كتعرفوا تيقراو في هذه الوضعيه هذه. تهلاو فراسكم، ما تنساوش ديروا ابوني. تهلاو.